خبروني امتين تعرفتوا على بعضكم اول مره؟ قديه صار لكم مجوزين؟ 2019. بس كنا بنعرف بعض بال 2008. كنتوا اصحاب يعني؟ عنا بالمنطقه بيعملوا رحله بالعيد، رحنا وهني كنت اول مره بشوفه. قلتي شو هالشب الحلو؟ اول شيء ما كنت منتبهه انه هو معنا بالاوتوكار، فلما وصلنا على طرابلس ونزلنا نتروق، قطع من قدامي، قلت ما شاء الله هالشب معنا؟ قالوا لي ايه، وما رجعت خدت بالموضوع ودلت انا مع رفقاتي كنت رايحه بالرحله. هو كان قاعد قدام وحده بنت عمي، فأكتر أحاديثه مع بنت عمي أكتر مني، فأنا ما كتير يعني بهالنهار رحكت أنا وياه. أنت افتكرتي يمكن كانت لفت نظره بنت عمك أكتر؟ صح، لما رحنا قعدنا نتغدى قام قال لي اعطينا رقمكم. بنت عمي ما معها تليفون، كان وقتها ايام النوكيا وما في واتساب من 2008. قالت لي بنت عمي اعطي رقمك اذا بدنا نحكي، وهيك انه صرنا رفقه وتعرفنا عليه. قلت له اوكي. كل ما يدق روح انا عم بنت عمي الا جمال عم بدق لك. هو كان عم بدق لك الك صح؟ لشي نهار دق، قلت له بنت عمي منا بالبيت. قال لي وبركي انا ما بدي بنت عمي، بدي احكي معك. فهون صارت يعني. جمال لفتت لك نظرك من اول مره؟ ما كانت اول شيء حاط براسي انه انا احكي مع بنت، انه كانت رفقه. بس بعد ما صرنا نحكي كثير وبعد ما قلت لها انه انا شو بدي بنت عمي بدي اياك الك، صرنا نتقرب من بعض اكثر. وحتى ثابت وراها دغري انه نفس الجامعه كنت انا وياها، ننزل مع بعض ونيجي مع بعض. كانت العلاقه تزيد شوي شوي. بالنسبة لك انت تعلقت فيها بالاول اكثر ما عليا تعلقت فيك؟ صح؟ مش تعلق، اول شيء طلبت احكي معها انا. ايه شو كان ردة فعلها؟ اول شيء لا. قالت لك لا؟ ايه. قلت لها اوكي. بعد فترة يعني بعد شيء 3 اشهر برحلة ثانية كمان قلت لها بدي احكي معك، فقالت لي بفكر. بالرحلة الثالثة قالت لي اوكي. انت صرت تكثر من الرحلة؟ لا مش انا بكثر. ايه عم بمزح، عم بمزح ضمن الفكرة. كيف وافي رح نروح فيها؟ ايه صار ينتظر الرحلة لتجي. اعترف لي بينك وبين حالك جمال، قلت قالت لا لأنها عرفتك انه انت على الكرسي، انت شخص مقعد، انا حطيت هالاحتمال براسك. ايه انه على سبع الكرسي؟ ايه انه ايه بس انه ما زعلت. قلت هيدا هو السبب؟ ايه بس انه ما استسلمت انه خلص، رجعت لبط مرة ثانية. كان هيدا هو السبب بصراحة عليا. أول مرة هو بيعرف إنه أنا كنت بحب شخص، بس طلع من طرف واحد من طرفي وهالشخص ما بيحبني مثل ما أنا بحبه. حكيت كتير وقلت له لجمال، قال لي إن هو وعاني، قال لي أنت بتمنيكي 100 شاب، اللي راح فتشي إنه برمع حياة جديدة، وصار يساندني بكتير قصص. وليه قلتي له لا؟ لأنك كنت بتحب الشخص الثاني؟ كنت بعدني طالعة من علاقة فاشلة بصراحة. بصراحة ما فكرت موضوع الكرسي وإنه شاب مقعد هيك نقزك الموضوع بالأول؟ إنه إيه إنه بس بعدين مع الوقت والصداقة ويهتم فيي ويسأل عني دايماً وبتقولي نور لي طريقي بكتير قصص، فخلص ارتحت له. مرحلة العقبات من بعدها أكيد كترت. أول شيء بدك تخبري أهلك. عرف في لسانات طويلة كتير. لسانات طويلة؟ إيه. مين اللي خبر أهلك؟ ما بعرف، بس عرفوا من أشخاص مش من نعرفه. كيف كانت أول مواجهة بينك وبينه؟ كنا عم نتغدى، قال لي بابا شو؟ قالونا بتحكي مع جمال بشاشة. قلت له إيه في مشكل؟ بصراحة قال لي إذا بتقدروا تحبلوا لبعدين ويجيبوا أولاد ما في مشكل. هيك كان جوابه. ورجع بعد كم يوم بابا غير رأيه، ماما ما كانت موافقة، قالت له أنا ما بعطي بنتي شب على الكرسي. وهون بلشت المشاكل مع أهلي، وكنا أول سنة جامعة وأنا سقطت بأول سنة جامعة من وراء ستريس من ضغط أهلي وهيك. قلت له جمال بليز بدنا نخفي هالعلاقة لمدة شي 4 سنين. كانوا رافضين رفضا قاطعا. كنت عم بسمع حكي كتير وكنت دل ابكي ودروسي عم تروح علي، وكنا عمري 18. منعوك تظهري اهليك؟ منعوك يعني؟ صار ايه بابا يراقبني او لوين رايحة يدقق، هو يوصلني هو ياخذني. فلحتى قلت له انه تركته بطلنا نحكي مع بعض. كذبتي؟ صح. وكنت بعدك بس كذبت. اول شيء كرمال علمي بدي خلص علمي، لان انا عارفه انه انا بدي اتزوج جمال لبعدين، انه خلص هيدا هو الشخص. ايد وحده ما بتزقف، لازم اكون انا كمان عم بشتغل حتى نقدر نكفي لبعدين. فخفيت هالموضوع شي مده 4 سنين انا وياه نشوف بعض، بس ما حدا يعرف. صح بالسر بالسر. جمال اعترف لي شو اللي خليك تبقى 4 سنين بعلاقه مع عليا بالمخفي؟ حبي لها مش حلاقي مثلها اصلا. خامس سنه تركنا سنة. صار يكرهني فيه، صار يعمل قصص، بطل يرد علي، يظهر ما يقول لي ظاهر، شالني من حياته. هو بقول لك ليه؟ ليه عملت لا هيك؟ لا صرت افكر انه بنت مثل عليا انه بتستاهل احلى مني وما بدي اظلمها معي. مثل هيك قلت ليش تقربت من الاول؟ في كثير علاقات انا فت فيها ونفس الطريقه انا ظهرت منها. يعني انت بتتركهم قبل ما هن يتركوك لانك عارف كنت وضعك خايف منه؟ لا انا ما بخاف من وضعي اول شغله. اوكي. ما بستحي من وضعي. طيب.
لأن هيدا اللي صار معي قضاء وقدر يعني ربك. بس لأنك بتعرف ممكن الطرف الآخر ما يقبل أو المحيطين فيه ما يقبل. لأن أنا إنه مش كأنه أنا ما حدا تركني كلهم تمسكوا فيه، بس أنا كنت فكر لبعدين كتير إنه أنا بلكي ما لقيت شغل كيف بدي أعيشها، إشياء أي شاب محلي بدي يفكر فيها. بس الحمد لله أمي آخر فترة لاحظت هيدا الشيء وكانت تعرفها لعليا يعني، خاصة إنه بنت ضيعتي، قالت لي مثل هالبنت مش حتلاقي. أنا بنفس الليلة رجعت دقيت لعليا واعتذرت منها وقلت لها نرجع. فكرت إنه خليني أترك هالبنت لحالها تشوف مستقبلها، يمكن تلاقي شخص بيمشي وحياته تكون يمكن وسائلها مرتاحة أكثر. فكرت أكيد، كل شيء بيجي بيخطر على بالك من أفكار شخص بيفكر فيهم بوضعي فكرت فيه. أنا إنه شخص بحب التحدي أول شيء وما بستسلم، وحب عليا لإلي إنه آخذها كان تحدي، مع إنه كان صعب شوي بس رجعنا الحمد لله حققنا وصرنا هلا يعني من 2008 لهلا 15 سنة. عليا أمتين أهلك وافقوا؟ قالوا لك خلص خرجت وتوظفت لما صار عمري 24. مرة كنت مع بابا بالسيارة ونسيت البورتموني تعولتي بسيارته، هي أول مرة بحكيها. وراح بابا على الشغل، شغله بعد الظهر لبالليل. تاني يوم بيقول لي بعدك بتحكي مع جمال هيك؟ قد ايه كان صرنا خايفين الموضوع. فانا هون قلبي يطرق، فكتت ما عرفت شو بدي جاوب. قال لي بعرف انك بعدك بتحكي مع جمال، لقيت صورته هو صغير بالبورتموني تبعي. قال لي خزقتها وانسى الموضوع وما حاعطيك اياه. قال لي لا انت بتضلك ناطره، انت لبابا جمال كثير شاب منيح، تعرف عليه، احكي انت وياه، واذا ما عجبك تكرم عينك انه بس احكيه شوفه. فما قبل، قال لي معك 40 يوم يا نحن يا جمال. بهالأربعين يوم كان جمال عم يبعت أهله، عمه، جوز عمته لحتى يقنعوا أهله، يعني حتخلص المدة. وأنا أكيد قلت له لجمال أنا ما بترك أهلي، يعني ما بختارك وبترك أهلي. وقال لي هو بوقتها أنا ما بطلعك إلا من بيت أهلك عروس. فقلت له بدك يعني أنت ما بقى تبعت حدا من أهلك. فقلت له لبابا جمال بده يجي لعندك يحكيك. قال لي أهلا وسهلا، وإجا لعنا شخصيا وكان أول مرة بيشوفه وبيحكي هو وياه. واقتنع حكوا هني مع بعض، أنا ما كنت معهم لما حكيوا. في شي جرحك بكلام بي؟ لا، أي بي بتعدي شخص بدي تحطي حالك محله. فكر إنه كل المقعدين يعني بالبيت ما بيعملوا شيء، ما بيشتغلوا، أيوة اتكالية. قلت له إنه أنا متعلم ومتخرج وأنا ميجي بخطب بنتك إلا ما أكون موظف. جمال شو الكلمة باعتراف صريح قال لك إياها بي بعدها لهلأ معلقة براسك؟ تقدر تعيشها مثل ما أنا معيشها عندي؟ هيدي الكلمة إنه عم يحطني قدام أمر إنه أنت قادر تتزوج يعني هالشيء، تعمل تكون بيت قد هالمسؤولية؟ أنا قلت له إيه صراحة، قلت له إنه أنا بيتي موجود بس أنا ما بيجي بتجوز بنتك إلا ما أكون موظف وقادر عايشها مثل ما انت معيشها وأمن لها طلباتها. أي متى اللحظة اللي حسيت فيها إنك ما قادر بقى تتحمل وقلت لو بصر لقوم كسر الكرسي وامشي؟ ولا مرة. عليا بتعرف إنه الكرسي صارت مني وفيه وقوتي. بقولوا لي أوقات تتمنى تمشي، إنه أكيد أي شخص بحب هيدا الشيء، بس ما بتخيلت حالي أوقات إنه أنا بلا هي، لأن أنا بأخذ القوة منها. إرادة بتعطيني وبفتخر فيها، يعني منا عائق لأي شخص إنه يخطي خطوته. وفي كتير رفقاتي يعني خطوة الخطوة وتجوزوا. عليا شو أكتر كلمة بهالمرحلة ضايقتك من اللي حواليك؟ ضايقت إنه ما حدا وقف حدي، ما حدا سندني، ما حدا كان إنه أنا مع إنه أخذ جمال. تركي شو بدك فيه، تاخدي أحسن منه، حتتعب كتير بالبيت، حتكوني أنت الرجال والمرة. بس أنا ما كنت تضايقني، أنا عارفة جمال شو بيقدر يعطيني مقابل. يعني بصراحة وضمنياً اعترفي لي، في شي مرة حسيتي بينك وبين حالك قلتي طيب يا مرة انت رح تلعب دور مرة ورجال، شو بدك بهالقصة؟ ليك أنا متربية ببيت بابا إنه هو معودني اتكل على حالي، يعني أنا معي سيارة بسوق بروح وبجي ما اختلف. أنا بس مرة مرة ورجال ما بعرف إنه أنا ما بعرف إنه أنا قوية، بحس حالي قوية إنه أخذ جمال. ولا مرة ترددتي بهالفترة كلها؟ بالعكس، يعني حتى قبل الارتباط؟ لا بالعكس، وكنت مبسوطة كتير لما بابا وافق، يعني ما بدي إلا نخلص البيت ونتزوج ونستقر أنا وياه. ولا مرة لا أبداً. هي أول بالعلاقة أول كلمة قلت لها إذا قبلاني عن شفقة أو حرام ما تكفي أنا مرضاها حالي. صح. رح روح عند دكتور رائد محسن. دكتور رائد، من خلال اللي سمعته لهلأ
شو اللي خلى هالعلاقة تكمل وهالتنين يتمسكوا ببعضهم بهالشكل بالرغم من كل المعارضة حواليهم؟ الوقت عامل أساسي، يعني أكثر من 10 سنوات حتى تزوجوا، معنى ذلك أنه اختبروا حالهم بغض النظر أنه جمال مقعد. وبنفس الوقت أسباب النجاح الإصرار، الإصرار أنه قدي بيا العليا ما بده هالشي كان يصير بالبدء يعني، وقدي هني حاربوا ولحتى يحققوا حلمهم أنه يتزوجوا سوا. هلأ طبعا كلام بيا العليا كلام كل أب اللي هو عنده نظرة تقليدية للزواج، انه انت فيك تعيشها مثل ما انا معيشها، لكن هي معلمه بالجامعه عندها استقلاليتها الماديه، يعني فينا نقول ساعتها السؤال يجوز فيك تعيشي مثل ما نحن معيشينه. هلا هيك صارت، حيلا فتاه معلمه ومخرجه من الجامعه وعندها مهنه بساعتها ان تصرف على البيت بالمدخول مثلها مثل زوجها، فاذا العامل المادي ليس عائقا، وخاصة انه هو جمال قال له انه خير ما راح اتزوج غير اذا كان عندي وظيفة، وهكذا نعم. حصل نظرة المجتمع ككل، ما بدنا نعمم، لكن اكثر الناس دونية نعم. لحدا مقعد انه في يتزوج انه يعني قد ايه في يتزوج، والبنات كمان بيتنافسوا عليه او بيتنافسوا عليها الشباب حتى ولو كانت على كرسي متحرك. شكرا لك دكتور رائد، رح يكون لنا عودة معك. جمال، بدي ارجع شوي لبدايات قبل الارتباط. اهلك كان عندهم شك بموضوع عليا، يعني كان في علامات استفهام، هل فكروا مرة من المرات انه يا زلمة معقول بتكون بتحبك على شخصك، ولا طمعان يمكن بمصرياتك، طمعان بشي تاني؟ اخذته حساب مصرياته. ايه هوني مش عارفين انه انا اول شيء يتيم، اسست حالي بحالي. أهلي أكيد بيسألوا هالسؤال إنه أنت عن جد بتحبي جمال ولا قادر تكملي معه لبعدين؟ ما بدنا إياكي تاخدي جمال وتخطبيه بعدين تندم وتتركيه وتكسري له بقلبه، وأنا أقرب من جمال من كل العالم. هني خافوا بس إنك تعلقي، وأنا جوابي إنه أنا إذا أنا أخذته كرمال مصرياته، فيني أخذ واحد بيمشي كرمال مصرياته، إنه ليه بدي أخذ واحد مقعد وعلى مصرياته؟ ما عم بفهم ليه العالم هيك بتفكر. إذا هيك بتغوص جواتك أكتر شوي، اعترف لي صار شي مرة موقف ضايقك كتير من ناس، من عالم، من أهل، كلام سمعته، موقف حصل بضيعتي؟ إنه أنا كشخص محبوب ومعروف كتير بيحترموني، خاصة يمكن 2003 أنا صار معي الحادث، كان عمري 15، يعني ما كنت معروف كتير يعني، بس من 2014 بعد ما صرت بوظيفتي صارت الناس تعرفك. اتحديت برضو الناس كمان وقررت تعملي الرقصة الأولى بعرسكم. صح، هو وعلى الكرسي. هو ما كان رافض فكرة العرس. انت ليه رافض؟ ما زال ما بيهمك. مش رافض فكرة العرس. لا الرقصة مش عارف شو بدي اعمل. مش فرقنا عندك انت، يعني عطلان هم الناس اللي بتنظر لك. لا الرقص سلو بيحملها وبيبرم فيه، عرفتي كيف؟ قالت لي انه انت وقف وانا قلت له والباقي علي. ورقصتها علي. انت قاعدة تحت اهلك او فوق اهلك؟ فوق اهلي. بابا جوز جمال عنده بيت، بس بابا كان شرطه انه انت بدك تاخذ عليا بدي سكنها فوقي. ليه؟ البنات لاخرتي بابا بيقول. ما ضايقك انه انت اللي جيت قعدت بالبيت جمال؟ ما اخذته للبيت. لا هو كان على العظم، كان اعوامين. مش انه بيت جاهز، يعني انا ايدي وايد عليا. ايه 4 سنين دلينا عم نساوي فيه. حتى عمي بيا كان عاطينا 2 سنين لنتجوز، وحتى لهلا يعني بيا بيعاير اخواتها فيي. انه شوفوا جمال انه شو عمل لاختكم. اول مشكل صار بيناتكم مشكل؟ ايه انتو بالبيت. انا عندي رفقه بالشغل، كان جوج جمال، بقول له جوج انا، كان جمال يعني كان عنده شك فيي. قلت له ما فينا نكفي هيك، انا مثل ما انت بتكره الشفقه انا كمان بكره انه حدا انه انت تشك فيي. كيف حسيتي عم بشك فيك؟ مره كنا بالشغل وهو كان حدا عم بيولد، انا طابقنا بوجه طابق الولاده، فكان في حدا عم بيولد وهو جاي، كان في معي رفيقي ممرض، قال لي رفيقي يلا ناطك نتروق سوا. فانا ما اخذت وعطيت، انه احنا على طول بننطر بعض بنتروق مع بعض، فقعدنا تروقنا وهيك. بس جوج حابسها وحاصرها، انا ما عارفه. نطرني اللي استفرت فيي، قال لي شو عطيتي وجه؟ والله في احدث بيناتكم. هون كان اخر مشكل. قلت له اذا انا ما فيني كفي هيك، ما فيك تدلك انه اذا حدا قال لي مرحبا وكيفك شوفي بينك وبينه. ومن وقتها عن جد بطل في جوج شك فيي. يعني عم بتحطهم بقلبك هلا حتى ما تزعلها يا جمال؟ لا لا اعوذ بالله. فكرت شي مره يجي شاب وياخذها او تنعجب فيه عليا؟ لا ولا خطر ببالك؟
قلت ممكن حدا يسرق قلبها حبها؟ بحسها شايفة جمال مش شايفة حدا، بعتبرها أمي وأختي ورفيقتي ومرتي وشو ما بدك هي. انتو هلأ بمرحلة عم بتحاولوا تجيبوا لي عم نحضر هلأ للآي بي أف، عم بتحضروا، بتحسي هيدا الموضوع بيربطك زيادة بجمال؟ الآي بي أف أنا حكيت عنه على السوشيال ميديا أنه هو شغل كتير متعبة، كتير متعبة على المرأة جسدياً وصحياً، قد تتعرض للأبر والحبوب، وهيدا كله أنا بتحمله كرمال جمال، كرمال جيب له بيبي وهو يقول لي شو؟ شو بتقول لي؟ أم اللول أم أحمد. أنا مرات بقول له إنه خلص أنا راضية بقضاء ربي، إنه أنا قبلين أعيش بلا أولاد، هو لا بده، لأن آي في إف بتكلف، مكلفة كتير مادياً كمان، نحن بنقعد يعني كل سنتين لنعمل مرة نصمد له لهالشغلة، إنه أنا بقول له إنه خلص ما قدرتنا كتير مادياً، إنه أنا قبلين أعيش هيك، بسوي لا بصمد يعني مرات بنحرم الله الله يتعامل نحرم حالنا من قصص لحتى. طيب كتير في ناس بفكروا إنه في قصص أنتم محرومين منها، يعني في قصص انت بتمارسيها بدورك كامراه اضافه الى دور الرجل، ما بعرف بسوق مين بسوق انت؟ انا بسوق. قد ايه بتسالي على العلاقه الحميميه اذا كان جمال قادر انه يقوم بهالواجب وبهالمهمه؟ شخصيا ما بنسال، بس على السوشيال ميديا بينكتب كومنتات هيك، بينسال كومنتات ما برد. قبل انا قبل ما اخطب عليا او اول ما اتقدم لها انا رحت عند حكيم وفحصت حالي كامل لاختي هالخطوه ليكون معي شيء قوي، انه اكيد هالسؤال بينسال. حتى اهلك ما سالوه هالسؤال؟ بلا، ما عم لك انا قبل ما قال لي بابا في يتجوز، سالني هالسؤال وراح هو عند حكيم وقال له ايه فيك تتزوج. عليا وجمال ايه او لا؟ جمال في شي مره كانت عليا لابسه وظاهره ومنعتها، قلت لها تفضلي قاعده بالبيت مش وقتها؟ لا لا بالزواج، وقت ما تزوجنا لا. قبل؟ قبل صراحه ايش وقفت بنص الطريق وشريتها كنز غيره. عشان شو كانت لابسه؟ كات شيء انه انا شاب واستحيت كبه، قال لي هي ممنوع بقى تلبسيها. في شي مره كنت مع جمال بالسياره انفخد دولاب صار معكم حادثه اضطريتي انت تاخذي المبادره وقعد هو ينظر عليك من بعيد؟ جاوب انا؟ ايه لا، كانت تحمى السياره كثير هي تنزل نفسها. انا ما حدت لكم الموضوع، في اعترافات زوجيه تقال للمرة الأولى، أنا رح انسحب، أنتوا بمواجهة بين بعضكم البعض، إشي بدك تقوليهم وإشي بدك تقولون جمال، رح أترك لكم المكان، غيب شوي وأرجع لكم. جاهزين؟ يلا تفضل اعترف لي، شو بتكره فيي مثلا؟ أكيد تصوير، كل يوم تعال تصور، تعال تصور فيديو تكتب تيك توك، وأنا يلك كل شهر مرة. بس نحن عندنا فولورز كثير وانت لازم دلنا على تواصل معه. انت بتحب التصوير، شو بعمل انا؟ اوكي شو بكره فيك النوم، بس نوم. مع انه انت بتيجي تعبانه وبحس فيك، بس لصحتك مش حلو النوم. ليه؟ بقلل خصيه. لا بس مرات بكون نشيطه قليل. شو كمان؟ بتردي دغري، حدا بيقول لك انه جمال للساعه 3 على الجواكر مع وحده. لا بس انا شو بقول له؟ بدي دليل، بدي دليل لصدقك. هيدا جوابي بكون صح. شو بكره فيك؟ انه لما تضلك على الجواكر ثلاث ساعات اربع ساعات تخلص من الجواكر بتروح على الببجي، وفي هيدي اللعبه الجديده ما بعرف شو اسمها دايس دريم، هو اللي بكرههم فيك انه بتقضي وقتك اكثر شيء على التليفون. بسيطه، احلى ما تكون قاعده عم تحكي مع وحده ما بيأثر. لا او ظاهر بتاركني بالبيت لحالي. شو بتحب فيي؟ كل شيء، طيبه قلبك، حنيتك، وان شاء الله بتكمليها وتصير ام. بس انا حلمي شيء ثاني، هلا حلمي صير ام، بس الاولويه انه انا خليك تصير باي ان شاء الله. ولامتى ناوي تضلك نعمل اي في اف؟ في حال ما مشى الحال هالمره ما اتفقنا للأربعين. للأربعين انت قلتي للأربعين وخلص. صح، انه خلص اجادنا للأربعين وبعدين بنعيش حياتنا ان شاء الله خير. نحن عم نتعب من الفترة ان شاء الله. شو ارتحتوا؟ قلتوا اللي بقلبكم؟ ايه كل شيء قال على الهواء ولا على الهواء شيء وتحت الهواء شيء ثاني؟ في شيء على الهواء في شيء تحت الهواء. في شيء تحت الهواء؟ ايه. يعني في اشياء انت كبتيهم جواتك عاليه. ايه ما بتنقال على التلفزيون. خوفا من الناس ولا على مشاعر جمال ولا لا شو؟ لا ابدا ابدا. لكن هيك في شيء حلو يكون بدل في شيء بيني وبينه. خليني اشوف راي العالم كمان بهالموضوع. دكتور رائد قل لي شو هيك ايجابيات وسلبيات هالعلاقه باختصار؟ ايجابياتها تاريخ العلاقه، لما يكون صار لهم وقت مثل ما هن صار لهم وقت من سنه 2008 صار في تاريخ، هذا التاريخ يبنى عليه.
هيدا التاريخ اللي رح يخليهم يستندوا عليه اذا صار في اي هزات بالزواج كما يجوز بكل العائلات. هي ايجابيه كبيره. الحماس اللي عم يحكوا فيه كانهم صار لهم شهرين سوا. صح. يعني هالقد في يعني شيء وعشوائي واحد مش قادر يصدقه. صحيح. أيه. مزبوط. واضح انه اوقات الواحد بيقول انه في عمل طائش، في تسرع بالخطوه. لا، هيدا كله منه موجود، بالعكس عن رويه عم بيشتغلوا، وبنفس الوقت كيف يتعاطوا بالامور. يعني اذا بدنا نيجي نقول مساله الشك تقتل العلاقه الزوجيه، طيب من اول حادثه صارت انه عن تناول الطعام مع احد الزملاء بالعمل مع بالنسبه لعليا، مجرد ما جمال ابدا اعتراضه بطريقته الخاصه دغري حطت حدود، وهي المفروض يصير. هي بتقول انه ما عاد صار شيء. فاذا هيدي الواحد لما يكون في شك وغيره، طب ما حدا جابر حدا يكون مع حدا. اللي بغار بده يفكر شو الغلط بثقتي بنفسي، وهون واضح ثقته بنفسه لجمال قد ايه هي عالي. بقى هيدي من ايجابياتها. سلبياتها ما في سلبيات، بس انه يضلوا على حذر انه يستعملوا نفس الاسلوب اللي هن ماشيين عليه بحل المشاكل، لانه ما عم يتغاضوا عنها.